حديقة الشهداء في مدينة الموصل هي وجهة لسكان المدينة للترفيه عن أنفسهم، هكذا كانت قبل أن تدمر المدينة. الحديقة طالتها الحرائق التي عمت كل محافظات العراق تقريبا ولم تستثني شيئا مؤخرا. لنشاهد جانبا من احتراق هذه الحديقة. حدوث حريق هائل في حديقة الشهداء قبل ساعة. الحمد لله تم السيطرة على الحريق من قبل أبطال مديرية بلدية الموصل والدفاع المدني والقوات الأمنية. عدم عبور الحرائق إلى الأبنية المجاورة ومنها شعبة المشاريع والقانونية. لحسن الحظ كان كوادرنا في بلدية الموصل شعبة المشاريع متواجدة قريبة على موقع الحادث، وتوجه جميع الكوادر